أنا متواجدين في الجينيريك الذهبي أكيد نادال، وكان يعطوك سيناريو محبوك وشباب ودور مهم، أسكو نشوفوك في التمثيل؟ لا أبدا لا أبدا، لأنه التمثيل ميدان صعب، ميدان أنا نحترمه، عنده ناس وقرأت عليه، فأنا يعني نمثل فقط في الكليبات اللي عندي، لأنه حتى ولو نمثل مش كيما واحد دارس التمثيل ودارس يعني المسرح، يعني نفس الشيء، يمكن ممثل يجي باش يغني حتى ويغني يعني سافا، لكن ما عندوش لي ميم تكنيك كيما المطرب يكون محترف، فانا نحب كل واحد يحترم ميدانه، وهذه هي حتى باش نرتقي يعني في الـ في الـ في الفن الجزائري. في المجال الاغنيه اكيد في اصوات جديده ليلى نشوفها في الساحه الفنيه اليوم، انت كندا الريحان واكيد مع الخبره والمشوار ديالك اكيد نصيحتك ليهم؟ انا نقول لهم ما تخلوا حتى واحد يحطم لكم امالكم، كاين بزاف اصوات جميله تغني مثلا الانشاء، تغني الاغاني الطربيه، لكن خساره في بعض الناس يقولوا لهم هذا ستيل ما يمشيش، انا نقول لهم لا بالعكس، واصلوا اكيد باذن الله راح توصلوا لمبتغاكم، وبقاو نضاف، لانه الفن يحب الانسان النظيف، الانسان النقي قلب، ويحب الانسان اللي يساعد، وما تعرفوش لانه هذه كل شيء مكاتب الله. ونقول لهم اذا عندكم دراسه يعني ادرسوا، لانه الدراسه راح تساعد كثير انه باش الواحد يكون نفسه ويعني فنيا وحتى يعني في حياته الخاصه باش يكون ناجح.